السلام عليكم أعزائي المتابعين، يا هلا مرحبا فيكم. اليوم راح أشوف معكم هاي البلاجن اللي بصراحة أعتقد أنه راح يغير من الكثير من الأمور في موضوع أنك أنت شلون تألف موسيقى أو شلون تكتب موسيقى. طبعا قبل ما نبتدي هاي الحلقة، إذا كانت أول مرة تزورنا فيها القناة، لا تنسى تعطينا زر اللايك وتشترك في القناة وتشاركها مع جميع أصدقائك حول العالم عساس نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة. وإذا حابين تدعمون هذه القناة، رابط شراء هذا البلاجن موجود في وصف هاي الفيديو. أوكي شباب، سكيلر 2 من بلاجن بوتيك صراحة راح يغير مفهوم كتابة الموسيقى بشكل كبير جدا. شنو فكرة البلاجن؟ فكرة البلاجن هي أنه هو سكيلر، طبعا كسكيل احنا نتكلم على السكيلز الموجودة على البيانو. فإذا احنا حابين مثلا نكتب أغنية، عادة الخطوة الأولى تكون أن احنا نحدد السكيل أو المقام اللي راح تنكتب فيه الموسيقى. هاي طبعا يعني مثل ما انتم تعرفون ان هاي البلاجنز عاده تكون موجهه بشكل اكبر للمقامات اللي هي الاجنبيه او اللي هي الويسترن ستايل اوف ميوزك، فما راح طبعا نشوف اي مقامات عربيه في هاي البرنامج، ولكن هاي فكره حلوه ممكن نحن نقترحها على الجماعه اللي مسوين البلاجن. قول لي انتم ايش رايكم في قسم التعليقات في هاي الفيديو. اوكي، اول شيء طبعا احنا نشوفه لما نفتح البرنامج ما راح يكون في اي شيء، راح يكون فاضي، ولكن في صوت بيانو اوريدي صاير لودد. فاذا انا عزفت على الكيبورد حتى صوت البيانو اللي فيه اللي هو الفيلت بيانو جدا جدا حلو. فشنو هي فكره البرنامج يا جماعه؟ فكره البرنامج هو انه هو يعطيني مقترحات حق سكيلز مختلفه اقدر من خلالها احصل على الانسبيريشن او الالهام اني انا ابتدي اكتب موسيقى على هاي المقام او على هاي السكيل. في كذا طريقه ان احنا نقدر نبتدي فيه. ممكن انا اشوف السكيلز، راح يعرض لي كل السكيلز الموجوده هنا، واذا ضغطت انا على واحد منهم، هاي اللي هو اسمه ليديان مود، راح يعزف لي السكيل مال ليديان مود. ممكن ايضا من خلال هاي الكولوم اتعرف على شنو نوع هاي السكيل نفسه. هو طبعا من السي، والقائمة جدا طويلة. ممكن نحن نشوف في Egyptian Pentatonic Scale، خلنا نسمع هاي. أوكي، فهو يقول لي إن هاي المقام من C، لكن أنا طبعا أقدر أختار النوت المختلفة من هنا من All Notes، وحتى التايب ماله أقدر نختاره. خلنا نقول مثلا نحن نبي من G ويكون مثلا Minor Scale. هاي الماينر سكيل العادي اللي من الجي. فممكن أنا من طريق السكيلز أتعرف على هاي السكيلز وأشوفهم شنو النوت اللي هي تنعزف فيه، أو طريقتي المفضلة أروح يا عم عن السونجز أو حق الأرتستس. هني راح نشوف قائمة طويلة بالستايلز اللي موجودة في الموسيقى، وأقدر أن أنا من خلالها مثلا أختار ستايل معين أو جانرا معينة، والبرنامج راح بروحه يسوي لي سكيلز على حسب هاي البريسيتس اللي موجودة. خلونا نشوف مع بعض، مثلا نختار سينماتيك كينغدوم كام مثلا، اوتوماتيكلي راح يحط لي هاي الكوردات المختلفة في هاي السكيل. نسمعها بس. شوف شلون، طبعا مثل ما تشوفون هو اوريدي حط لي مقامات مختلفة. انا اقدر شنو اسوي؟ أقدر إني أنا أبني الباترن اللي أنا أبيه هنا تحت. أقول له مثلا نأخذ هاي الـ A 1 5 7 ممكن 3 7 بعد 4. يعني الحين صار عندنا من هاي النوت المختلفة أو الكوردات المختلفة أنا سويت لي باترن بروحي من اللي موجود. تسمعها؟ شو أعطانا هاي؟ بس طبعا شوية صاير سريع، فممكن أنا أقلل السرعة مالته. مو طبيعي هالبلاجن. فمثل ما انتم شفتونا الحين نقدر ان احنا نختار كوردات مختلفة. اقدر شنو اسوي بعد؟ اقدر اروح لهني في البرفورمانس اقول له مثلا ما بي يعني
يعني ما بي مثلا بس اللي هو الكوردات تنعزف بهاي الطريقة، ممكن أنا أخليها مثلا طريقة ثانية أسويها ريذم. هاي طريقة واحدة اللي هي الفريتا، ممكن أنا أجرب مثلا فانتازيا اسمعها. ممكن نجرب بعد نوع ثاني مثلا اللي هو phrases مثلا، هاي يقول جمل يعني، ونختار مثلا من الجمل الموجودة هنا، خلينا نسمع مثلا basic four. بصراحة يعني أحس إن هاي البلاجن ممكن يفتح لك مجال كبير جدا على أساس إنك أنت تقدر تصير كرياتيف وتكتب لحن على الموسيقى أو الكوردات اللي موجودة هني. وطبعا يعني ممكن أنا أغير الآلات، ممكن أنا أخليها مثلا بدل ما هي بيانو ممكن أروح حتى حق اللي هو الأوركسترا هني، نقول مثلا ستيكاتو سترينجز اسمعها. جدا 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 حلو. طبعا إذا عجبتني هاي المقطوعة أو هاي الستايل من العزف، ممكن أنا شنو أسوي؟ ممكن أنا أقول لهني ميدي كابتشر وأعزفها. وهني صارت عندي هذه المقطوعة اللي أنتوا شايفينها مقطوعة على الميدي. يعني الحين أنا ممكن شنو أسوي؟ ممكن أنا أخذ هذه المقطوعة واسحبها الى برو تولز او اي دي اي دبليو انت تسمعها. تلاحظون ان الحين صارت المقطوعه كلها موجوده على طريقه الميدي، اقدر يهني في برو تولز واسوي لها اديت بالطريقه اللي انا ابيها. هاي طبعا بس جزء بسيط من هاي البرنامج يا جماعه. خلونا نشوف ايضا كوردات اخرى من الاوريدي موجوده داخل هاي البرنامج. رجع حق الفيلت بيانو، نسمع مثلا شوف مثلا حتى EDM، نرجع هنا الى perform. سمع مثلا الفريزز، شوف مثلا arpeggio، خلي مثلا double down. هاي واحدة مثلا، ممكن نشوف chill، شنو في chill. اوكي ممكن نجرب كورد ثاني مثلا، نشوف مثلا R&B، نخلي مثلا شيء ثاني، نخلي مثلا ميلودي. حين بيعطينا ميلودي أو لحن على هاي السكيلز. صراحة يعني وايد وايد عجيب. ممكن مثلا أنا الحين إذا عجبني هاي السيتاب أقدر أني أنا أبني منه كوردات مختلفة ويهني وسهلا. خلنا الحين نعدل في السرعة شوي مالتهم. أو خليها فور مثلا. شفتوا شلون؟ يعني حتى إذا أنا طولت المدة هو بيختار نوتات مختلفة.
ممكن نخلي مثلا كل واحدة بسرعة مختلفة نسمعهم مع بعض الحين. شفت شلون؟ بهالطريقة احنا قدرنا ان نبني مقطوعة تقريبا كاملة من الكوردات اللي احنا حددناها هني. صراحة يا جماعة البرنامج وايد قوي وفي وايد شغلات، اذا حابين تشوفون او تتعرفون اكثر عليه خبروني تحت في قسم التعليقات. ان شاء الله عجبتكم حلقة اليوم، ولا تنسون مرة ثانية الاشتراك في دورة الهندسة الصوتية المجانية اللي ايضا راح اخلي رابطها في وصف هاي الفيديو. واذا حابين تدعمون القناة وتشترون هاي البرنامج ايضا راح اخلي رابط هاي البرنامج في وصف هاي الفيديو. اتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، واشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة.